أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا ضيفنا العزيز الحبيب الغالي نبينا سامي الذيب. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك نبينا. نبينا عم تسمعني؟ بسمعك بس صاري صار مزدوج. ثانية واحدة، لازم اسكر الاذاعة. ايه تفضل. هلا ايه اوكي، هلا بسمعك كويس. كنت عم بقول خلونا نرحب بنبينا سامي ذيب، واهلا وسهلا فيك نبينا. عندي الف برنامج مفتوح بنفس الوقت. تفضل. اهلا وسهلا فيك نبينا. اهلين بيك اهلين بيك. انا لازم اشرب على صحتكم، بس المشكلة هلا الكاس انكب، هلا الكاس انكب، لكن بكفي شوية بكفي شوية، هذا لن يكفي لأني أنا عايز أشرب كل الكاس، لكن على صحتكم جميعا. بالضبط نبينا، يعني نص ربع كاسة ما بتكفي، ولا لا ما بنفع ما بنفع لا ما بنفع. حتى يطلع الكنز كله يعني. اللي بده يسكر ما بده عندك كاسات. بالضبط بالضبط بالضبط. نبينا مثل ما بنعرف اليوم المحاضرة راح تكون عن موضوع عقيدة الولاء والبراء في الإسلام، اللي بصراحة يعني مجنن العالم يعني. فالميكروفون معك والمحاضرة معك، تفضل نبينا. نعم، هو موضوع الولاء والبراء. كتبت في كتاب باللغة الفرنسية، جمعت في كل كتب التفسير عن آية معينة حنقرأها قريبا، ويا للأسف لم يكن عندي وقت لأترجم كل الكتاب إلى اللغة العربية، لكن أكثر النصوص هي كتب التفسير موجودة بالنص العربي، والرابط تحت الحلقة، فاللي حاب يقرأها يقرأوا النص العربي على الأقل، وإذا بفهم فرنسي بيكون أفضل، فهو تحت تصرف مجاني. هلا شو قصة الولاء والبراء في الإسلام؟ شو قصة الولاء والبراء في الإسلام؟ أبدأ بقصة صغيرة حدثت لي في السعودية. كنت مرة رايح على الرياض و زرت معرض الكتاب، ولا شخص ابو لحيه طويله هيك بيجي علي بيقول لي ظاهر عليك انك انت مش سعودي. قلت له لا مش سعودي. قال لي انت مسلم ولا غير مسلم؟ قلت له غير مسلم. قال لي يعني انت كافر. قلت له اخي الفاضل يعني مو وقت هلا نتهم بعضنا بايش. قال انا عايز اجادل معك. الناس رايحين جايين يشتروا كتب، تعرف بالمعرض كيف بالمعرض، هو عايز يفتح حلقة نقاش أمام الجميع، أشكر خبر مع هذا الكافر اللي مش سعودي أمام الجميع. تعرف الوضع في السعودية كيف، حرية الرأي مقفولة. فقلت له أخي الفاضل أنا مش ضد النقاش، لكن أظن المكان لا يناسب، لأنه أنا جاي أشتري كتب، فإذا أنت حاب تناقش بأي مجال اللي ممكن أفهم فيه، فعلى الرحب والسعة، خد تذكرة طيارة وتعال على سويسرا، نقعد على شط البحيرة ومن ناقش بكل حرية. قال لي أنا لست أخوك، لست أخاك. قلت له كيف يعني؟ قال لي أنا لا أتكرم ولا أتشرف بأنه واحد كافر يكون أخي. استغربت، قلت له أخي إيه النبرة هاي؟ بقول لي لا تسميني أخوك، لأنه أخوي هو فقط المسلم. قلت له حلو، بس يعني أنا أخوك بالعروبة. قال لي لا أنا لا أعترف بالأخوة العربية، لا أخي الوحيد هو المسلم. قلت له مو مشكلة، خلاص إذا أنت بتعتبرنيش أخوك هاي مشكلتك، أنا بعتبرك أخي. قال لي لا تسميني أخي. أجا صاحب المكتبة، يعني إنه شاف صاحبنا هذا عقلياته زفت، فقال له أخي حيد عن جانب، لأنه الناس عايزين يشتروا كتب وعايزين يلتهوا بنقاشات جانبية. منيح.
فيحدث كثيرا اني انا بكتب يعني تعليقات في الفيسبوك وغيره، وابدا دائما الجمله اخي الكريم، اخي الفاضل، او اختي الفاضله، فبتيجي رده الفعل لا تسميني اخوك، انا لست اخا لك ولا اتشرف باخوتك. انا يعني ماخذها عن جد، لان انا بعتبر نحن كلنا اخوه بالانسانيه على الاقل، وبعدين يعني احنا عايشين نفس الالم، فاخي. فهو ردة الفعل حالا عنده انه لا تسميني اخوك، انت غير مسلم، والمسلم لا يمكن ان يتشرف باخوة واحد غير مسلم. فمصيبة هاي، فبتصير مصيبة. هم بقول اخوة بالوطن، هم اصلا ما بيعترفوش بالوطن. فانت بتتعجب ليش قاعدين بيقتلوا بعضهم. لا، مو فقط بأخوة بالوطن ما بيعترفوش بها، حتى الأمو بالوطن ما بيعترفوش بها. أمه بالوطن، أمه اللي خلفته، اللي جابته، اللي حملت في 9 أشهر، ما بيعترفوش فيها. هناك قصة يعني صدرت في الانترنت بتقول داعش سوري يقتل أمه، ترك التنظيم لطلبها منه ترك التنظيم والهروب من الرقة. كل الخبر إن أحد عناصر التنظيم الجهادي والذي يبلغ من العمر 20 سنة، 20 سنة، شوف يعني لسه عز الشباب، قام قبل أيام بإبلاغ التنظيم عن والدته لأنها عرضته على ترك تنظيم الدولة الإسلامية والهروب معا خارج الرقة، وحذره. الرقة يعني لازم يكون على الأقل شوي رقيق. لا ما عندوش رقة هذا من الحلال. راح خبر عنها، كانت حذرته من أن التحالف الدولي سيقتل جميع عناصر التنظيم، وعمد التنظيم على الأثر إلى اعتقال السيدة واتهمها بالردة. طيب، وقام ابنها بإعدامها بإطلاق النار عليها أمام مئات المواطنين قرب مبنى البريد في مدينة الرقة. راح أعدامها قدام مئات الأشخاص من المواطنين، أمه اللي خلفته ورضعته. نبينا، أنا أظن الخبر بيقول كان ذبح بالسكين، سمعنا بوقتها. ما بعرف هذا الخبر، أنا عندي هو إطلاق النار عليها. على كل، في خبر آخر جاء، القبض على شقيقين قتل والدتهما وأصاب أبيهم وشقيقهم الأصغر بالرياض. خبر حديث، يعني شابين ينتمون لداعش يقوموا بقتل والدهم ووالدتهم، لأنهم يقومون بشتم داعش ويصفونها بالإرهابية. كما يعرف الخبر بيقول، كما يعرف الجميع، أن الفكر الداعشي يكفر كل ما لا ينتمي لهم، ويحرض على قتل كل من يعارض فكرهم حتى لو كان الأب أو الابن. وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بيقول الخبر، فقد قام الكثير أكثر من شخص في السعودية بقتل ابن عمه وأخيه بسبب الانتماء إلى تنظيم داعش. أوكي. خبر آخر من بغداد بيقول لك أحد عناصر داعش أقدم على نحر والديه ذبحا بالسكين، والديه بالسكين في منطقة الغزلاني قرب نينوى بسبب رفضهما تجنيد شقيقيه في التنظيم. يعني وصلت لهون الخبرية. حنمر من فين جاء هاي الفكرة؟ من فين جاء انه انت ترفض انك تعتبر الاخر اخ لك في الانسانية؟ وايه مخاطر هذه الوضع؟ ما هذا مخاطر هذا الوضع؟ لما تبني مجتمع على الدين وتبدأ الدستور بتقول الاسلام دين الدولة، بيصبح الولاء للاسلام، وكل من يخالف الدين الإسلامي يعتبر عدو.
وبطبيعة الحال إنه شيوخ الأزهر بيقول لك لا، يجب أن نأخذ الملحدين ونقطع رؤوسهم في ميدان التحرير، لأنه بيعتبرونهم مرتدين وخائنين للوطن، لأنه الانتماء عندهم هو للدين وليس للوطن. الانتماء للدين وليس للوطن. أوكي. الدراسة اللي أنا قمت فيها كانت متمحورة حول آية من سورة آل عمران، وهي السورة الثالثة حسب الترتيب الاعتيادي، والسورة 89 في الترتيب التسلسلي، يعني هي سورة مدنية. الآية 28 29 يربط بها الآية 29، بتقول الآيتين الآتي: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. طيب، هاي الآية فيها عبارات كلمات يجب أن نحاول نفهمها. الكافرين يتخذ المؤمنين المؤمنون، يعني لا يتخذ المؤمنون، هذه تعني المسلمين، لأنه غيرهم غير مؤمنين، ولو إنهم سموا نفسهم مؤمنين حسب القرآن، من ليس مسلم ليس مؤمن. نرجع لآية الجزية، بيقول لك من لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب اللي ما بيأمنوا تماما مثل الإسلام لا يعتبروا مؤمنين. منيح. طيب، الكافرين يعني غير المسلمين. أولياء، كلمة أولياء يعني إما رئيس إما سيد إما حتى صديق. كلمة أولياء معنى واسع، يعني تصل من الرئاسة، يعني إن الله وليكم، أو ولي هو قد يكون صديق، يعني المسافة واسعة بين الاثنين. من دون المؤمنين، كلمة من دون المؤمنين غير واضحة، عبارة من دون المؤمنين غير واضحة. هناك كمان عبارة من دون الله ترجع في القرآن أكثر من 100 مرة. ما معنى من دون الله؟ ما حدش عارف. هذه عبارة من دون الله، يعني ومن دون المؤمنين، ممكن تعطيها 2000 تفسير وتفسير. من دون، كلمة من دون، هاي العبارة من دون هي من المبهمات في القرآن، والله يساعد المترجمين. اللي عايز يترجم من دون المؤمنين ويعرف الاختلافات يرجع على موقع ترجمة إنجليزي القرآن، في 45 ترجمة، وحتجد 45 ترجمة مختلفة لهذه العبارة، يعني هذه العبارة غير واضحة. وهذول فطاحلة الترجمة، منهم غربيين ومنهم مسلمين ومنهم يهود ومنهم اللي تريده، لكن ما حدش منهم اتفق على كلمة من دون المؤمنين. مش مشكلة. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. شو يعني فليس من الله في شيء؟ فليس من الله في شيء، هنا عبارة أخرى مبهمة تماما، المفسرون اختلفوا فيها في جميع الاتجاهات، بيقولوا فليس من دين الله، أو لا ولا له لله، أو يعني حاولوا كل الإمكانيات يفهموا فليس من الله في شيء. الواحد يفكرها إنها جملة سهلة، لكن في الواقع هذه الجملة مبهمة، يعني هذه آيات كلها مبهمة. ويحذر إلا، بضيف إلا أن تتقوا منهم تقاطا،
شو معنى تتقوا منهم تقاطا؟ فها كمان جملة مبهمة، هاي كمان جملة بومها، إلا أن تتقوا منهم تقاطا، منهم فهموا أنه إلا إذا تخافوهم، أو أن تستعملوا التقية معهم، يعني تخبوا عليهم، يعني تقول لهم إحنا أصدقائكم لكن بتكذبوا عليهم، في الواقع أنتم ما بتعتبروهم أصدقاء. فهاي الجملة من جديد غير واضحة. يعني احنا عندنا آية بيقول لك القرآن انه بلسان عربي مبين وقمة البلاغة، تيجي لآية بسيطة مثل هيك من سطرين ما حدش فاهمها، فيها عبارات مبهمة الى اعلى درجات الابهام، الى اعلى درجات الابهام. يعني مثل ما بقول لك، يعني هو المسلم بمر مرور الكرام على الآية، انت وقفوا عند كل كلمة، كل وضحني شو معني هاي، بلصم مش ممكن، ما في، ارجع لكتب التفسير مش متفقين بين بعضهم، ارجع لكتب على ترجمات القرآن بأي لغة كانت مش متفقين بين بعضهم. يعني هذه آية مبهمة، لكن المعنى الإجمالي انه ما ترتبطوش بالكافرين. المعنى الإجمالي هو لا ترتبطوا بالكافرين، لا تأخذوهم لا رؤساء لكم ولا توظفوهم عندهم عندكم ولا تأخذوهم أصدقاء لكم إلا إذا خفتوا منهم. هذا هو، ويعني إنه الله مش هيرضى منكم إذا أنتوا عملتوا هيك، الله مش هيرضى منكم. وإذا بنقرأ الخبرين، الثلاث أخبار اللي أعطيناها نحن، إنه أهو ولد يتبرأ من أمه ومن أبيه، أمه وأبيه، لأنه بيعتبرهم إنه مخالفين بالفكر والرأي. بقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لا هنا يفسد، لا هنا يفسد، ويفسد ويصل إلى درجة القتل، ويصل إلى درجة القتل. طيب معروف إنه علشان تفهم آية، المفسرين عامة أولاً بحاولوا يربطوا كلمات بين بعضها في القرآن، هاي الكلمة جاءت في آية أخرى، ماذا قد تعني، ويستنتجوا استنتاجات، يأخذوا استنتاجات. والحالة الأخرى أنهم يقولوا ما هي أسباب النزول، يعني لماذا الله نزل هاي الآية. طبعا الحال يعني الله ملوش علاقة في الأمر، لا من قدام ولا من وراء، لكن هم بيعتبروا انه هذه الآية نزلت لأسباب خاصة، وهناك كتب اسمها كتب أسباب النزول، أوقات تنشر حتى مع طبعة العربية للقرآن، من هنا أهميتها. ومعروف انه يعني مو كل آيات القرآن معروف أسبابها، واللي معروف أسبابها مش متفقين عليها، يعني ما في آية إلا فيها ثلاث أربع أسباب متناقضة، فيعني الحيرة كبيرة لفهم القرآن. حدث ولا حرج، الإبهام حر، حدث ولا حرج. طيب شو أسباب النزول اللي بعطوها؟ احنا هنعطي هنا بعض الأسباب. احنا نقرأ، أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يدعوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال فكيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد.
قال له يعني ثاني مرة مسكوك عايزين يضربوك، قال لهم سب محمد سب قد مثل ما تريد، فاهم علي؟ سب مثل ما تريد، المهم تفلت بجلدك. منيح. هذا أول سبب للنزول، فنزلت هاي الآية وغيرها من الآية. في سبب آخر أن مسلم الكذاب لعنه الله حسب المصادر الإسلامية، حنقرأ المصادر الإسلامية. إن مسلمة الكذاب لعنه الله، أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصوم أصوم إني أصوم إني أصم. قال لي إني أص قال له إني أصم، يعني أطرش مش سامعك مش سامعك. فعاد عليه السؤال ثلاثا فأجاب في كل مرة هذا الجواب، كل مرة يسأل نفس السؤال يقول له أنا أطرش، فاهم علي؟ فضرب مسيلمة عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعث عليه. يعني الواحد راح شهيد والثاني الله بسامحه لأنه سمح له يكذب. ابني هل في سبب ثالث؟ سبب ثالث، كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشراف العشر وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم. يعني جو هدول يهود راحوا صاحبوا أنصار علشان إيه؟ يفسدوهم، فسدوا دينهم. منيح. فقال رفاعة بن المنذر بن زبير وعبد الله بن جبير وسعد بن خثيمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم. مباطنتهم يعني انكم يعني تحكي لهم شو اللي بطنكم، يعني ما تكون لهم مش اسراركم، او يعني ما تكونش اصدقاء عليكم، لا يفتنونكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم ولزومهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية علي. هذا السبب. السبب الآخر أنه نزلت في شأن المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه من أهل النفاق، وكانوا قد أظهروا الإيمان وكانوا يتولون اليهود في العون والنصرة ويأتونهم بالأخبار ويرجعوا ويرجون أن يكون لهم ظفرا على محمد، ظفرا على محمد. كانوا يتمنوا أن اليهود ينتصروا على محمد. هذول كانوا يعني بينوا أنهم عندهم مسلمين لكن ظلوا أصدقاء لليهود وخبرهم أخبار محمد. فنزلت الآية قال اقطع العلاقة، أو تكون نزلت في أسماء ابنة أبي بكر لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها، أي قبل أن تجيء أمها إلى المدينة راغمة. فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلي أمك. يعني هاي أمك التي تجي عندك، قال هل ممكن استقبلها؟ قال إيه مش مشكلة استقبليها. يقولوا هاي احدى الاسماء. منيح. ايات الولاء والبراء كثيره جدا في القران، يعني او الايات المرتبطه بالولاء والولاء والبراء كثيره، لن نذكرها جميعا. وحتى انك تفهم كل ايات الايات الايه اللي احنا ذكرناها يجب ان تحيط ب مجمل آيات القرآن متعلقة في هذا الموضوع. لن نقرأ كل الآيات، حنأخذ بعض الآيات. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لا داعي هنا للدخول إن هذه الآية مقطعة الأوصال مليئة بالأخطاء. هذه الآية مقطعة الأوصال مليئة بالأخطاء، لن ندخل فيها. المعنى إنه إذا أنت مكره إنك تظهر الكفر والإيمان في قلبك مسموح لك، المهم إنك تكون مطمئن في قلبك، هذا هو المعنى. لكن هي صياغة الآية زفت، يعني هذا ساقط في الامتحان، ساقط في الامتحان. طيب ناخذ آية أخرى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا أنتوا توليتوا الكفار بتكون هناك فتنة وفساد كبير، لا تتولوه. طيب آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودر ودر ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أيوة يعني ما تصدقوش غير المؤمنين، هذا المعنى، هذا المعنى. آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ناخذ كمان كم من آية عشان نشوف المضمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أنت عايزين أن الله يسلط عليه غضبكم بهذا المعنى، أو يعني يكون عنده حجة أنه يعاقبكم. أوكي، هنا آية مهمة نذكرها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. حزب الله أخي بتاع لبنان أهو، هاي حزب الله، شفت علي؟ تعرف هذا كان ليكو. نعم، حزب الله صايرة موضة نبينا، يعني حزب الله العراقي، حزب الله السوري، صار حزب الله. أنت تعرف هذا كان ليكو إنه حزب البعث كان قديم من زمن محمد، كان له إزاي من زمن محمد كان، ألم تقرأ ويوم يبعثون؟ طيب يقول لك يعني ما تقدرش تاخذ اولياء تكون اصدقاء لناس هم بعادوا الله ورسوله ولو كان اباهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. يعني امك او ابوك او اخوتك او عشيرتك لازم تعاديهم علشان الله. يا الله ما حدش شافه، الله ما حدش شافه، ومحمد شايفين سيفه، فاهم علي؟ هاي المشكلة. منيح، بعدين آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب نقرأ، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وبعدين قل إن كان آباكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هناك على الأقل 3 آيات في القرآن تأمر المسلم يقطع علاقته مع أهله ويفضل الله. صحيح أنك في آيات أخرى بتقول لك لا وإن جاهدوك أنت أن تشرك بي فعاملهم معاملة حسنة. يعني هناك تناقض كبير جدا بين الآيات، لك ما تعرفش مين النسخة الأخرى الحاصلة ولا تقول لهم أفا ومثل هيك. على كل يعني هو الآيات والنتيجة احنا شفناها بالثلاث الأمثلة اللي إنه واحد قتل أمه. أيوة يا ترى شو معنى الآية 28 و29 من سورة آل عمران؟ إذا أنت قرأت كل كتب التفسير، وأنا يعني نشرت في كتابي أكثر من 80 تفسير لهذه الآية من المفسر من بداية لحد العاشرين اليوم المعاصرين. فالاستنتاج لهدول المفسرين في 7 نقاط، في 7 نقاط هنعرضها مشان نفهم الآية. المؤمنون بشكل عام يجب منح المؤمنين بشكل عام يجب منحهم الصداقة والدعم ووضعهم في مواقع السلطة. المؤمن يجب أن لا يتوقع شيئا من الكافرين. أن تحب لله وتبغض لله هو مبدأ أساسي من مبادئ الدين الإسلامي. ويقول المفسرون الله هو سيد كل شيء وكل شيء من الله. يعني أنت ما تتركنش عليهم لأنه كل شيء هو بإيد الله، ما تركنش على حد. وهذه الفكرة لخص في الشريعة الإسلامية باسم الولاء والبراء اللي هنرجع لها، وهو ما يعني أنه يجب علينا أن نحب أصدقاء الله ونتبرأ من أعدائه. هذه ثانيا يمكن للمؤمنين استخدام الكفار إذا كانوا في وضع أعلى من الكفار. يعني أنك تأخذ كافر أوطى منك تأخذه، أما نعلى منك لا، رئيس لا. حتى في مصر كانوا يقولوا ممنوع تحط واحد مسيحي بواب على عمارة لأنه هو بيفتح الباب. أما يعني مثلا أوكي فبيكون منيح. طيب هذا على شرط أنك تعتمد عليه، إذا كان هو في منزلة أوطى وتعتمد عليه منيح ما في. لذلك يمكن أن يكون لهم أن يكونوا خدم أو عبيد، كما يمكن ممارسة الجنس مع نسائهم، هذا مسموح لأنهم هم مواطنين. والمسلم لهيك المحكمة تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك لا يسمح للمسيحي يتزوج من مسلمة لأنه حيكون عليها. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه حتى جسديا بهذا المعنى. أوكي فالمسلم يحق له يروح ينام مع نساء غير المسلمين لأنه هو بيقول يعلو عليها وهي تحتيه. طب منيح ممكن يمارسوا الجنس واقفين أو هي تكون عليه، لا هذا مش داخل بعقلهم. في أوقات تكون هي عليه يعني ما في مشكلة. مثلا تكون هي اللي راكبيته الحاصل. طيب أيوة كما أيوة. وهناك من يمنع الوقوف للكافرين في الاجتماعات، ممنوع توقف بالاجتماعات لهم لأنه تعظيم لهم بينما يجب احتكارهم.
لكننا يمكن أن يكون لنا تعامل تجاري معهم إذا كان لا يضر الإسلام والمسلمين. حتى قرأت نص مؤخرا بيقول لك إنه إذا واحد نصراني سلم عليك لازم تروح تتوضأ، لأنه نجس. قرأت نص في إحدى كتب التفسير بيقول لك هيك، إنه إذا مسيحي مس إيدك فهو نجس، يعني كما لو أنك مسيت خنزير ابنه. يمكن أن يكون المؤمنين يكون المؤمنون ممكن تكون صديق لكافر إذا لا يظهر العداوة، إذا كان لا يظهر العداوة، ولكن من المفضل الحذر من هذا الموقف، لأنه قد يؤدي إلى تقدير دينهم. إذا أنت صدقت واحد كافر لا يظهر العداء، أوكي ممكن، لكن بعدين ممكن تقول والله هذا النصراني منيح أو هذا اليهودي منيح، شو دينه هذا منيح يظهر عليه، المسيحية يظهر منيح، فهاي بصير تقدر دينهم، فأفضل تحيد عن هيك، تحيد عن صداقتهم. قد يكون هذا ما هو الضرر؟ المرة الوحيدة التي يمكن للمرء للمؤمن أن ينتهك القاعدة العامة، القاعدة العامة ما فيش علاقة، لا علاقة صداقة ولا شيء. المرة الوحيدة التي يمكن للمؤمن أن ينتهك القاعدة العامة هو الخوف من الكفار، ولا يمكن صد ضررهم إلا بمضاراتهم. إذا كنت خايف أنهم يضروك وما عندكش إمكانية أخرى حتى تصد ضررهم، فداهنهم واعمل حالك صديق لهم، لكن ظاهريا وليس قلبيا. ممنوع انك في قلبك تعتبره فعلا صديق، يعني هي فقط مداهنة. قد يكون هذا الضرر فقدان الحياة والسلامة الجسدية والتعذيب وانتهاك الشرف وفقدان الممتلكات، لان انت خايف انك تخسر فلوس او شيء، والله بتقول له انت صديقي ومثل هيك، بس يعني بينك وبينه، لكن في قلبك لا، ابتسم له لكن اخفي بقلبك البغض. في حالة الخوف يجوز استخدام التقية بالتبسم والتملق وقوله وفعله ما لا يسمعه عادة، مع التحفظ الداخلي، يعني في قلبك تقول ربي انت عارف اني انا بكذب، لازم تعمل تحفظ داخلي. شريطة أن لا يؤدي إلى وفاة آخر والإضرار بشرفي أو ممتلكاتي أو فساد الدين. وهكذا يمكن للمؤمن أن يطلب الدعم العسكري من الكافرين بشرط أن لا يكون ضد مسلمين آخرين، كما يمكن دعمهم عسكريا والتحالف معهم إذا كانوا يخشون أن عدو الكافرين قد ينقلب على المؤمنين. ولكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الدين. سابعا، كل من يستبدل المؤمنين بالكفار خارج نطاق التقية يكسر عهده مع الله، لأنه لا يمكن إشراك الله مع أعدائه، ويمكن أن يعتبر خائن ومرتد فيقتل. يعني خارج الخوف ممنوع تصاحب واحد كافر أو تكن له صداقة أو مودة أو حتى تعينه في مركز هام، هذا ممنوع، هذا ممنوع. أوكي، هذه النظرية اللي بسموها الولاء والبراء، هناك عدة آيات في البراء والولاء والبراء، منها أربعة متعلقة بإبراهيم، النبي إبراهيم ابن الحلال اللي قطع ذكره بعمر 99 سنة. أوكي، شو بتقول هاي الآيات؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه هي البراءة، إني بريء، الكلمة جت آية فيها كلمة إني بريء.
وإذ قال، آية أخرى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هنا من جديد آية أخرى، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. اسمع كويس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني طول الحياة حيكون بغض وعداوة. أيوه، حتى تؤمنوا بالله الواحد. هذا بيقول يعني إبراهيم لازم يكون أسوة ليكم، لأنه هو قال لقرايبه إنه بينه وبينكم العداوة والبغضاء إلى الأبد. أوكي، ولكن يجب أن لا يكون أسوة إلا قول إبراهيم لأبيه. يعني قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم اللي قالوا هيك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني هاي الكلمة اللي حكاها لأبي إنه حيستغفر له، هذا لا تاخذوا أسوة لكم، هذا مش كويس اللي حكاه، هو غلط، ما كانش لازم يستغفر لأبي. فاهم علي؟ الآية بتقول لك خذوا إبراهيم أسوة لما قال إنه بيننا وبينكم بغضاء إلى الأبد، حتى ولكن لا تأخذوا إبراهيم أسوة عندما قال لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هلأ في آية أخرى بتكمل هاي الآية، ليه بتقول لك إلا قول إبراهيم لأبيه؟ وما آية أخرى، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، يعني أولا كان يقول يعني أنا هطلب إنه الله يغفر لك. بعدين إبراهيم لما عرف إنه والده ده عدو الله تبرأ منه، بس هو كان واعد لهيك حكاها، لكن لما انه تبين له انه هذا والده عدو الله تبرأ منه. طيب هنا بتيجي موضوع المقابر. مرة بلتقي مع واحد امام جزائري في سويسرا، بقول له اخي الفاضل، يا اخي الفاضل ليش انت تطلب مقابر منفصلة عن الاخرين في سويسرا؟ جاوبني جواب أنا احترت فيه، بيقول لي أنا لما بدي أدخل المقبرة بدي أصلي فقط لجماعتي، وعلى شاء لهيك أنا عايزهم يكونوا مع سوا، مش عايز أصلي للآخرين. قلت له يعني وصلت اللئامة بيك لهاي الدرجة؟ ده المسلمين أنت على رأيكم في الجنة، فإنه مش محتاجين صلاة، فأنت اللي بدك تصلي صلي للآخرين بلكن ربنا يرحمهم. قال لا، لأنه القرآن بيمنعه، لأنه الغير مسلم إذا مات كافر هو في الجحيم، فتصلي له على شو؟ ما في داعي تصلي له لأنه هذا في الجحيم. إذا بدك تسترحم تسترحم فقط لا ابن دينك المسلم، الباقيين ما هم في الجحيم على كل حال، تسترحم ليهم على شو؟ هلا في آية قرآنية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال لي يعني أنت
على واحد من الكافرين مات غير مسلم مات لا تصلي له أبد أبد، قال أبد يعني يعني ولا مرة أبدا، يعني ده قاطعة قاطعة مانعة، فاهم علي؟ ولا حتى توقف على قبره، لأنه هذا كافر، وهذا مات كفروا بالله ورسوله ومات وهم فاسقون. في آية أخرى شو بقول؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أو لقربة، حتى ولو كانوا قرابته، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهم علي؟ لا، قالوا لا، ممنوع أنك تطلب الاستغفار ليهم حتى ولو كانوا قرايبك، لأنه هدول من أصحاب الجحيم. يعني وصلت الكراهية، ما هو إبراهيم قال أبدا البغضاء والعداوة أبدا، يعني بالحياة وبالموت، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. يعني صلاة رحمة علشان واحد مسكين اتعثر مات، فاهم علي؟ استكثروها عليه. وصلت الدرجة انه الله منع محمد يستغفر لعمه. هذه افظع حادثة في حياة النبي محمد. انا لما قرأتها قلت دين يعلمك الكراهية الى هذه الدرجة، عليك ان تستبدله. قلت اكيد نبينا، انا اظن هذا مرض نفسي كان عن محمد، يعني ما اعرفش شو السبب، ما اعرفش، لكن ما هو صاحبنا ابراهيم كان هو هذا الاسوه تاعته ابراهيم بقول لك العداوه والبغضاء ابدا الى الابد، فاهم علي؟ فهو بيتبع ابو صاحبنا ابراهيم، من شابه اباه فما ظلم ما ظلم. فحنقرأ القصة تاعت أمه للنبي، هذه لما أقرأها أنا تدمع عيني، أخليك تقرأها، أنت عندك النص لأنه أنا مش عايز أبكي. طيب أنا رح خرج النبي ينظر في المقابر، خرج النبي ينظر في المقابر وخرجنا معه، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب النبي باكيا فبكينا لبكائه، ثم أنه أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا. فجاء فجلس إلينا فقال أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم. فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيه، فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه. طبعا نزلت الآيتين حنقرأها بعدين. أيوه فهي أكمل. فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة، فذلك الذي أبكاني. يعني إنه حتى أطاع ربه اللي بيقول له لا تصلي لأمك، حتى إنه شاف هو بحاله إنه الله تاعه هذا سخيف، فبكى ابن الحلال، فهم علي؟ إبني. وتشوف كلمة الرقة موجودة فيها. واللي قتل امه بالرقة، فاهم علي؟ يعني لا رقة ولا ما يرقون ابني يعني. طيب هاي الايات اللي بتقول غريبة، هاي الاية غريبة، هذه الحادث غريبة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني حتى ولو أمك لا تدعو بالمغفرة ليها. شو بك إنسانية؟
إنسانية، هو الإنسانية، وإذا نبحث عنها أكيد راح نبحث عنها خارج الصحراء الإسلامية. يعني مش معقول يعني، هذا بجنن، هذا بجنن يعني. انا لما قرات، انا ذكرت هذا النص هي مصادر اسلاميه، والله بكيت. تعرف نبينا، أنا كنت أتمنى لو أنت كنت موجود هذاك الوقت وسحبت سيفك على محمد، قطعت راسه وأخذت منصبه، كان لا عزيزي، دشلني من السيوف. يا أخي لو لو من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، يقول السيد يا المسيح. لو أخذني معك، أنا الصديق بتاعك، أنا كان سوف انت أعطيك. حر، دبر حالك. انا ما احب احمل، ما احب اقطع راس حد. ايه، ما احب اقطع راسك. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياها، فلما تبين له انه عدو الله تبرأ منه. هدول الايات يعني هي اخر يعني لمسه من الرحمه اللي اختفت. فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم شطب عليها. لما بتصل للأم وبتختفي الرحمة ما عادش في حاجة. ده كلام فارغ، ده كلام فارغ فعلا. هذا هو الجد، إنه أمه بذاته ربه، إن الله موجود قال له لا تستغفر لأمك. ولك يا أخي بيني وبينك، لو كنت محلك قلت له طز طزين ثلاث بالله، طز طزين ثلاث بالله. إذا الله ما بسمح بالترحام للأم، إيه شو بدي؟ ليش تتبع الدين هذا؟ ليش تتبع الدين هذا؟ تصور يعني شو؟ تروح على قبر أمك، واكيد هو امه كان بجارته كل يوم روح زورها، هذا صدف انه راح زارها، يستعملها ممنوع. ولك يا عمي ما بصير هيك، ما بصير هيك. لحد هين وصلت السخافه؟ لحد هون وصلت الام؟ الام وصل لهذه الدرجه؟ منيح. هلا في واحد عالم، عالم ديني سعودي، صالح بن فوزان الفوزان، مثل ما يقول المسلم، طير طيح الله حظه. لا ما عايز العب حد، لا مش عايز العب حد، بس يعني هم حيزعلوا علي لان يقول طيح الله حظه. بيقول لقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليه نسبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أخوانهم أو عشيرتهم. وبضيف وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم، حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى إنهم إخواننا، ويا لها من كلمة خطيرة. بقول لك طيب، بقول لك إيه الولاء في الإسلام؟ الولاء للكفار، إيه بتكون مظاهر الولاء للكفار؟ يعني كيف ببين إنك أنت بتوالي الكفار ولا لا؟ فهو بيعطي بعض الأمور اللي تبين أنت توالي الكفار ولا لا. أولا التشبه فيهم بهم في الملبس والكلام وغيرهم. إذا أنت لبست مثلهم فمعناته أنت موالي لهم. أتذكر مرة كنت في الرياض داخل متجر ببيع ذهب، كنت حاب أخذ لي قطعة ذهب لزوجتي أو مثل هيك. الرجل بيقول لي
ليه بتتشبه بالكفار لابس بنطلون؟ قلت له ليه انت بتتشبه بالنسوان لابس فستان؟ على فكرة لبينا ترى يعني هلا مثلا مثل الشيخ العريفي هذا اللي مسمي حاله الشيخ وله ملايين المتابعين، يجي على لندن بيلبس بنطلون وقميص بيتشبه هذا بيجي طاقية تعرف في واحد من المؤلفين المصريين راح على حديقة الحيوانات، فاهم علي؟ فالتقى بصديق له من بعيد بيقول له والله أنا لما شفتك من بعيد فكرتك حيوان. هذا قال له أنا لما شفتك من بعيد فكرتك إنسان. الحاصل طيب، هاي أول شيء بقول لك إنه إن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه به، ولهذا قال النبي من تشبه بقوم فهو منهم، فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم من عاداتهم وعباداتهم سمتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم، حتى تحكي لغتهم ناتو أنت متوالي ليهم. أيوة، إلا عند الحاجة وفي هيئة اللباس والأكل والشرب غير ذلك. إذا تأكل مثلهم انت ماخذهم اولياء، مخالف يعني قاعدة السكينة ممنوعة. ايه لازم تاكل بجريك لان هذاك مثل بديو مثل الكرود. ايه، وبعدين تعرف انه الكفار باكلوا من ثمهم، هم لازم تاكلوا من ثقب التحتاني. هذا المفروض ياكلوا من طرف ايه معلوم، ولا بتشبهوا بالكفار. بدأ وصلت لهون، كملها يا اخي طول المشوار اهو. شر البلية في بلادهم وعدم الانتقال منها الى بلاد المسلمين لاجل الفرار بالدين. اذا رحت على بلد الكفار وما رجعتش لبلاد المسلمين فانت موالي للكفار. يعني كل اللاجئين المساكين اللي هاربين هدول موالين للكفار، لازم يرجع على سوريا والعراق يموتوا. هذا معنى السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. إنك تروح سياحة في بلد الكفار هذا يعتبر موالاة للكفار، إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم. طيب ابني هذا ممكن تقول قصة عسكرية غير شيء. الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين، يعني ممنوع توظفهم وظائف اللي ممكن إلى أهمية. التأريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وعيادهم كالتاريخ الميلادي، ممنوع تكتب التاريخ الميلادي، لازم تكتب التاريخ الهجري. بعدين مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها. إذا أنت بتروح على مسيح كله عيد ميلاد سعيد أو بتهنيه في عيد الميلاد وعيد القيامة مثل هيك، ده يصبح ولاء وممنوع. مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بإخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. التسمي بأسمائهم، الاستغفار لهم والترحم عليهم، هذا يعتبر من الولاء. يعني إنك واحد صديقك مسيحي توفى تقول الله يرحمه ممنوع، أما تقول الملاكم علي شو اسمه الملاكم محمد علي كلاي هذا مسموح.
اما ان تكون لواحد مثلا ما اعرفش ملكة انجلترا اذا توفت المسلمين اصلا، لما صار حادث هجوم في بلجيكا، كان في صلوات عامة، الائمة رفضوا يشاركوا في الصلاة لانه ليس كل الموتى مسلمين، فهم مش عايزين يترحموا على الموتى غير المسلمين، فاهم علي؟ والا بيعتبروا هذا ولاء. طيب هلا حنعطي بعض التفاسير للآية المذكورة، أمثلة قصيرة لن نطيل عليكم. قوله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا أول تفسير معروف يعني وشهير، توفى 767 ميلادي، هذا مقاتل بن سليمان. نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره كانوا يظهرون المواد لكفار مكة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ومن يفعل ذلك فيتخذونهم أولياء من غير قهر فليس من الله في شيء. ثم استثنى تعالى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاطا فيكون بين أظهرهم فيرضيهم بلسانه من المخافة وفي قلبه غير ذلك. ثم خوفه فقال: ويحذركم الله نفسه. طيب منيح، هلا ناخذ اخر تفسير في المجموعه اللي انا نشرتها، هو التفسير الرسمي السعودي اللي عامله نخبه من اساتذه التفسير في الجامعات السعوديه. شو بيقولوا؟ هو ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين، ومن يتولهم فهو بريء من الله والله بريء منه، إلا أن تكونوا ضعفاء خائفين، فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم حتى تقوى شوقتكم. طيب هل نأخذ التفسير بتاع الأزهر؟ الأزهر له تفسير سموه المنتخب. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو وحده مالك الملك ويعز ويذل وبيده وحده الخير والخلق والرزق، فلا يصح للمؤمنين أن يجعلوا لغير المؤمنين ولاية عليهم. إذا طبقنا هاي يعني ممنوع السيسي يعين وزير في مصر يكون مسيحي لأنه له ولاية، أو جنرال في الجيش، أو رئيس حتى رئيس محافظة، ممنوع. هذا تطبيق للتفسير الأزهري اللي هو المقبول فيه رسميا في مصر. أيوة، لأن في هذا خذلالا للدين وإذاء لأهله وإضعافا للولاية الإسلامية، ومن يسلك هذا المسلك فليس له من ولاية الله مالك الملك شيء، ولا يرضى مؤمن بولايتهم إلا أن يكون مضطرا لذلك فيتقي أذاهم بإظهار الولاء لهم. وعلى المؤمنين أن يكون في الولاية الإسلامية دائما وهي ولاية الله، وليحذروا أن يخرجوا لغير ولايته فيتولى عقابهم بنفسه بكتابة الذلة عليهم بعد العزة، وإليه وحده المصير فلا مفر من سلطانه في الدنيا ولا في الآخرة. يعني الأزهر بيقول لك للحكومة على أساس هذه الآية ممنوع تعين واحد نصراني في مركز ولاية على المسلمين لأنه مخالف للقرآن. وبعدين بتقول له انه احنا اخوه في الوطن. طيب منيح. طيب حناخذ تفسير ابن عربي. ابن عربي هو الصوفي المعروف، توفى 1240، وعامه يؤخذ عنه كلام يعني لطيف. فهو خليك تقرا: لقد كنت اليوم، اقرا: لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي إذ لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد دار قلبي قابلا كل صورة، فمر علي لغزلان ودير فمر لغزلان ودير لرهبان
بيت لأوثان وكعبة طائف وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف وقرآن ومصحف قرآن ودين بدين الحب إن توجهت أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. يعني ابن عربي بهذه الأبيات ببين أنه يعني عقله واسع ويعطي فكرة أنه رجل واسع، لكن لما تروح للتفسير تاعه ما في شيء، كلام فارغ. هو عمارس التقية كمان بنفس ما تعرفش، ما تعرف، لأنه هذا صوفي والصوفيين هم أكثر الناس تعصبا في عند المسلمين، عامة يدعون أنهم متسامحون وأنهم يحبون الذات الإلهية وما شابه ذلك، لكن في الواقع ممكن يكونوا هلوسين، حقهم، ما حد ممنوع. أنا كمان بشرب الخمر على صحتك، لكن خليك تقرأ التعليق اللي التفسير تاعه شو بيقول. لا يتخذ المؤمنين كافرين أولياء من دون المؤمنين إذا لا مناسبة بينهم في الحقيقة، والولاية لا تكون إلا بالجنسية والمناسبة. المناسبة أظن الزواج، ما هيك؟ لا، المناسبة يعني في هناك مناسبات، مش مهم. أوكي المناسبة أظن هيك يعني، ما بعرف. فحينئذ لا يمكن أن تكون المحبة بينهم ذاتية، بل مجعولة مصنوعة بالتصنع والرياء والنفاق، وهي خصال مبعد عن الحق. مبعد عن الحق حجب ظلمانية، ولو لم يكن فيهم ظلمة تناسب حال الكفرة وما قدروا على مخالطتهم ومصاحبتهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من ولاية في شيء، معتدا به، إذ ليس فيهم نورية صافية يناسبون بها الحضرة الإلهية، إلا إن تتقوا منهم تقات، أي إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب أن يتقى. فتوالوهم ظاهرا ليس في قلوبكم شيء من محبتهم، وذلك أيضا لا يكون إلا لضعف اليقين، إذ لو باشر قلوبهم اليقين فلما خافوا إلا الله تعالى، وشاهدوا معنى قوله تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، فما خافوا غيره ولم يرجوا غيره، لذلك عقبه بقوله ويحذركم الله نفسه، أي يدعوكم إلى التوحيد العياني كي لا يكون حذركم من غيره بل من نفسه، وإلى الله المصير، فلا تحذروا إلا إياه، فإنه المطلع على أسراركم وعلانياتكم، القادر على مجازاتكم إن تولوا أعداءه أو تخافوهم سرا أو جهارا، أو تخافوهم سرا أو جهرا. يعني المختصر المفيد إنه ابن عربي لما أجى يفسر الآية فسرها كالباقين، رغم إنه وسع نظره في الآيات في الأبيات اللي ذكرناها، يقول للمؤمنين ممنوع عليكم إنكم يكونوا لكم أولياء أو أصدقاء أو هيك غير مسلمين، إلا إذا خفتوا منهم فبالحالة هاي تخفوا عليهم تلجأوا لتقية، ولكن لو أنتم حقيقة كنتم مؤمنين لما خفتوا إلا الله، ما تخافوش حد. أوكي، إحنا هنتوقف هنا انتهينا بالولاية، الولاء والبراء في الإسلام وكتب التفسير. إذا هناك بعض الأسئلة هنجاوب عليها، لكن أنا فقط خاتمة قصيرة لما قلنا، إنه أنت لما تبني مجتمع على أساس الدين بصير الولاء للدين،
وبيجبرك هذا الولاء انك تنظر لكل من لا يدين بدينك كأنه عدو. ومن هنا ضرورة فصل الدين عن الدولة، لأنه الولاء هو للوطن والجميع يدافعون عن الوطن ضد أعدائه. أما إذا أنت قلت لا الولاء هو للإسلام، طب ليه المسلم ليه المسيحي مجبور يدافع بالحالة هاي إذا هو الإسلام القصدعك؟ هل مشكلة مثلا العراق راح حاطين على العلم تاعهم الله أكبر، طب على أي أساس أنت تروح تحارب إذا كنت مسيحي تحت علم إسلامي؟ أليس على هذا العلم يجب أن يكون علم وطن يجمع بين الجميع ولا يفرق بين الناس؟ علم السعودية إزاي هذا الملحد إزاي حيدافع عن وطنه بالحالة هاي؟ في 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 مصر الإسلام دين الدولة، الملحد المصري حيقول لك لا أنا عندي الدين مش تاع مش الإسلام، هذول يقول إحنا مندافع عن الإسلام، يقول لك لا أنا ما بدافعش عن الإسلام، مش مستعد أدافع عن الإسلام، أنا أدافع عن وطني، وبطبيعة الحال يدافع عن وطنه. أما تجبره أنه يدافع على مبدأ أنه الإسلام دين الدولة، أنت جعلت الناس خونة. من هنا ضرورة أنك تبني الولاء ليس للدين ولكن الولاء للوطن. وبعدين الدين آخر الأمر هو المعاملة، دينك ما خصني بي، تعاملني كويس عاملك كويس، شوفني بعين شوفك بعينين، هذا هو الأصل. فهنا البناية الخطأ في كل الشريعة الإسلامية وفي كل الإسلام، إنه بنى النظام الاجتماعي على الدين، على ما هو يخص الضمير الشخصي، وكفر الباقين وصار الطائفية اللي احنا نراها اليوم، والبغض والكراهية. إذا البغض والكراهية إلى أبد الآبدين يعني لا تطمع بسلام، لا تطمع بسلام منطقتك. أوكي، أنا أتوقف هنا، إذا في أسئلة أو متداخلين فحنرد على أسئلتهم. أكيد أكيد نبينا، وللأسف الشديد يعني الإسلام ما جاب غير كل شيء كريه في بالنفس البشرية يعني. طيب في عنا الأخ سوبر جلوبال عم بيقول ما رأي نبينا سامي في عقلية المرشح الأمريكي ترامب، وما هي النتائج الممكن التي ستترتب على كونه رئيس الولايات المتحدة في الوطن العربي والعالم؟ أنا في الواقع لا أتمنى فوزه، أنا لا أتمنى فوزه لأنه ليس شخصية يعني تستطيع تستقبل رؤساء دول من جميع الجهات المختلفة، يعني هذا شخص شوية متزمت، فأنا ضد انتخابه، وأمل أنه لا يفوز، وأمل أنه لا يفوز. لكن طلعت الحال صاحبتنا المرأة هذه برضو ما يظهرش إنها سيدة يعني على مستوى تقود دولة، ليس لأنها امرأة، بالعكس يعني أنا أفضل المرأة على الرجل. هل هناك رجل يستطيع أن يحمل 9 أشهر؟ لا، يعني المرأة أرى أنها أكثر قوة من الرجل، لكن أراها يعني مش واضحة المواقف، ولا أعرف. على كل أنا أأمل أن ترامب لا يفوز بالترشيح، أأمل ذلك. وإن فاز أنا عندي واحد من معارفي القريبين جدا علي بيقول لي هو يأمل أنه ترامب يفوز حتى أنه نحط من قيمة أمريكا، حتى نرجع أمريكا إلى مستواه، حتى إنه أمريكا تأكل يعني مصيبة بانتخابه وتنجبر تتواضع. هذا إذا نظرت بيقول لك يعني هو أمله الوحيد في يعني هو بغضا في أمريكا أو بسياسة أمريكا يريد نجاح ترامب حتى يكون عقاب للأمريكان للأمريكا. أنا لا أريد عقاب لأحد، لكن لأنه أمريكا تعرف الأمريكان جدا كرماء وناس طيبين رغم السياسة تاعت بلادهم، ولا يستحقون كل الخير،
ولا أريد مضرة أحد بتاتا، ولو رغم أن سياساتهم كانت في العراق وغيرها أكيد سيئة جدا، وسياستهم في الشرق الأوسط أكيد مبهدلة ملهاش قيمة يعني، وأنا أرفض سياستهم في الشرق الأوسط كاملة جملة وتفصيلا. وصاحبنا الحالي أوباما أظن سياسته فاشلة مثله هو، لكن ما تعرف. لكن أتمنى إنه ترامب لا يفوز، أتمنى، لكن مو بإيدي، مو أنا اللي بصوت، فإذا هم عايزينه أهو إذا رادوه أهو ياخذوه يا سيدي. بس يعني هذه أمنيتي، لأني أخاف على مستقبل البشرية وأخاف على مستقبل أمريكا من هذا الرجل المتهور شوي. تفضل. بصراحة نبينا أنا أؤيدك يعني، وأنا كمان أتمنى لا يفوز، ولكن أنا اللي شايفه إنه مرحلة جورج بوش وكلينتون الرجل يعني راح تتكرر يعني. يعني شفنا نحن أيام كلينتون بالتسعينات لما سوى حصار على العراق، حتى راح كلينتون بعدين جا بوش دخل الحرب وسوى حرب. أظن يعني أوباما هلا في هالمرحلة هي عم بيساوي هالخربطة كلها بالشرق الأوسط، حتى يطلع يجي ترامب يدخل ويساوي يدخل جيشه للشرق الأوسط يعني. ما تدري فقط يعني ما تدري ما ما لست عالم بخفايا السياسة الأمريكية، لكن أنا متخوف، هذا شعوري. طبعا الحال المسلمين حينضروا كثير بمجيء ترامب، هذا أكيد يعني. أقول لهم ارجفوا في حالة فوزه، لكن أنا لست لمضرة المسلمين ولا لمضرة أحد، لكن لابد كمان من المسلمين يغيروا تماما ديانتهم، لازم تماما يغيروا ديانتهم. إن جاء ترامب يا ويلهم، لكن برضو يا ويل البشرية. فأفضل إنه المسلمين بذاتهم يبدأوا بتصحيح مبادئهم وعقائدهم وديانتهم، وخاصة يتخلوا عن القرآن المدني. يجب أن يتخلوا عن القرآن المدني إذا بدهم يصيروا بشر ويعرفوا يعيشوا مع البشر الآخرين. أما بيبقاهم على القرآن المدني هم يعني نهايتهم سودة. وأمل لهم كل الخير. تفضل عزيزي. طيب انا بدي اذكر اصدقائي انه انا فتحت سكايب، يا ريت تتصلوا فينا ويعني خلونا نتناقش، وتعليقاتكم واسئلتكم تكون على الهواء. في عندي بروف عم بيقول شكرا جزيلا لك استاذ جان والنبي العظيم سامي، كالعاده حلقه رائعه وممتعه ومليئه بالمعلومات. اتمنى استاذ جان ان تطلب من النبي ان يتحدث لنا عن الولايات المتحده ودستورها كما تحدث عن سويسرا، وشكرا جزيلا لكم. أنا شكرا على الثقة. في الواقع أنا لا أتحدث إلا عن مواضيع يعني نوعا ما كتبت فيها وبحثت بها وقضيت عليها وقت كبير. السياسة الدستور الأمريكي رغم أني أنا قانوني غير مطلع عليه مطلع به، ولا أستطيع أن أتكلم عليه يعني عنه بكل بعمق، ولذلك مثل نفس الموضوع المثلية كنت حابة أتكلم عنها، لكن هناك أعضاء تكلموا في حلقتك عن المثلية يفهمون أكثر مني في هذا الموضوع. فرحم الله امرأً عارف قدر نفسه، فأنا أعمل حدود لنفسي. كل حلقة أقدمها هذه وراها أشهر أبحاث وكتابات، وحتى يومين قبل لازم أعد للحلقة يعني وقت كثير. أنا أتكلم عن الدستور الأمريكي ولست مطلع عليه، بيكون هذا يعني تطفل من طرفي ولن أفيدكم بشيء. عندي معلومات في مجالات كثيرة ممكن أعرضها عليكم، لكن يعني أهو لازم أعترف بضعفي أنه في مجالات أنا وأنا أحب برضو أسمع منكم، ولا أحب أسمع منكم. هناك أكيد ناس يعرفوا أكثر مني الولايات المتحدة، ليش لا يتكلموا؟ وإن كلمت عن سويسرا، أنا أصلاً بتكلم عن سويسرا لن أتكلم عن فرنسا رغم أنها جارتنا، لأن سويسرا أنا بعرفها. ف
فالواحد لازم يتكلم، وهذا ليس فقط مجرد محادثة يعني مع أو جدال بيني وبين النبي جان، لكن هي نصوص، يجب أن تأخذ النصوص وتوثقها وتكون أنت على ثقة بما تقوله. فيعني أعتذر للي حابين يعني يعتبرون أني أعرف كل شيء، لكن للأسف معلوماتي محدودة كما كل البشر. تفضل. نبينا كان المفروض يعني النبي هو بس ما هو المشكلة نبي نبي محمد على كل معنى. اتصال من الأخ جانو، تفضل أخي جانو. تحياتي لك حبيبي أخ جان ولنبينا وأستاذنا الكبير سامي الديب. باختصار سؤالي، لماذا الدول الإسلامية بكل بساطة ما يغيرون أنظمتهم؟ أو عندما ترى أنه في الغرب في نظام ناجح ومرموق ويحترم الإنسانية، لماذا؟ شو السبب اللي بتخلي ما أقتدي بهذا الأسلوب الراقي؟ أشكركم، تحياتي لكم. شكرا لك جانا، شكرا لك حبيبي. سؤال فعلا مهم جدا ومحير في نفس الوقت. هو من شاب على شيء شاب عليه، و كل الناس يأخذون الحكم الذي يستحقونه كما تكونوا يولى عليكم. ثقافتنا الجامعية من الروضة إلى الجامعة هي ثقافة دينية متزمتة دينيا، فإزاي إحنا نقدر نغير الشيء اللي طول عمره بزرع قمح؟ مش وقت من الآخر تقول له لا أزرع الآن قصب سكر، هو ما بيعرف يزرع قصب سكر، هو اللي بيعرف هو فقط القمح، فبيزرع القمح. هو كل اللي علاقته بالحياة كلها مبنية على الله، 5 مرات باليوم صلاة، أول ما يلد بأذنه بذانه، لما بموت بأذنه بذانه، يعني شو بدك يطلع من هيك؟ ها كله ينام بما فيه يرشح. هنا المشكلة، يعني تغيير العقليات. يعني أنا كنت مقترح أنه سويسرا تدفع فلوس لكل رؤساء الدول العربية يجوا هنا شهر زمان على حسابها، يعملوا لهم نفض، يعلموهم إيه النظم الغربية ومثل هيك. هنا في الغرب عامة يعني مهما كانت وظيفتك مجبور تتبع دراسة، حتى لما حتى تكون رئيس الشركة، علشان إنك تكون دائما يعني معلومات آخر معلومات عندك وتثقف ومثل هيك، تكمل تعليمك، تكميل التعليم. إحنا بنبدأ من الابتدائي من الروضة، وكله توقف عند الروضة، نفس اللي تعلمناه في الروضة هنتعلمه في الجامعة، وما خرجنا على الخارج. فكان ودي إنه سويسرا تأخذهم هذول وتهديهم هدية هيك شهر إنهم يطبعوا دراسة، يعني ترجعهم على الروضة وتكلهم إخواننا. إحنا لا ندعي إنه نظامنا أحسن شيء، بس خليكم تتهووا شوي، يهووهم شوي، يعني كل الفساد اللي زرعوه من صغرهم لحد يعني يطلع فيه شوية خير، وخليهم حتى يعملوا تمارين مثل الأطفال علي، حتى لما يرجعوا لبلادهم يعني ينقلوا شيء مثل في بعض محمود مثلا صاحبنا طه حسين راح درس في الغرب. كثير من المفكرين المتنورين في العالم العربي درسوا في الغرب. يعني ليش ما ناخذ الرؤساء كلهم ونعمل لهم إعادة تأهيل فعلا، لأنه أظن أنهم لم يعودوا مؤهلين، هم فقط يكرروا ما تعلموا من الردة، وخاضعين لسلطة الهيئة الدينية. فلو أجوا سويسرا فقط شهر زمان، شغلة عاملة ما عندهم، فقط يدرسوا إعادة تأهيل، أنا متأكد حيفيد سويسرا،
يعني هيكون دعاية سياحية ممتازة لسويسرا، وثانيا ينفس هذول المساكين رؤساء دولنا تعيس الحظ يجوا عندنا هنا يشموا الهواء يستريحوا، يعني يستحقوا برضه إعادة التفكير، وهيعود بالخير لبلادنا أملنا. لكن هو ما بعرفش، أنا ما عندي، لو عندي الإمكانية والله لكان منحتهم كلهم شهر على حسابي، على حسابي. ربما أخي جان يعمل لك تبرع من هالقطاع، كل واحد يدفع له مليم، بلكي آخر الأمر حصلنا على مبلغ من الناس وندفع لكل رؤساء الدول العربية شهر، شهر عطلة في سويسرا أو في لندن أو في أي مكان آخر. بس المهم إنه بدهم تهوية، بدهم تهوية، عقلهم مشوش، عقلهم مشغول بأفكار، لازم شوي تخرج. احنا اخي احنا مع المسيحيين عندنا في الدرجات الدينية، في الدرجات الدينية في نظام بيسموه يعني الخلوة، الخلوة ف ريتريت سبيريتيال بالفرنسي، الخلوة الروحية، فتلقطع عن جميع اشغالك 3 أيام فقط، مهمتك إنك تستمع لشخص هو يدير الحوارات ويناقشك لمدة 3 أيام. أنا حضرت بعض الحلقات مثل هيك، أنا عملت بعض الحلقات الخلوات مثل هيك. يا أخي جان لا تتصور، بعد 3 أيام تطلع منهك، تطلع منهك بالتمام، كأنك إنك قاعد تطلع جبل وتنزل جبل وطول النهار مثل هيك، يعني بعد 3 أيام أعصابك تنهار، كل قواك الجسدية تنهار، رغم إنك ما عملت شغلة، بس لأنه انجبرت تشغل مخك. يعني نفس الشيء أنت، يعني كانوا يقولوا لنا إحنا زمانات إنه لما كنت صغير كان إن اللي يقود باخرة لازم وقت لآخر يوقف الباخرة، بجوز هذا النظام القديم، مشان يعرف بأي مكان هو وعلى أي اتجاه رايح. لا هم داعسين، لا عندهم بوصلة ولا على شيء، يروح بجليد، يروح بحيط، يروح بسفينة أخرى، ما يهمهمش، المهم يضل ماشي، ويا ويل اللي يكلم، لا إخواني ممكن يكون غلط، فاهم علي؟ هذه أمور أظن ناقصة لرؤسائنا. يعني أنا متأكد إنه الملك سليمان في السعودية هذا لو تجيبه سويسرا شهر زمان وترجع على صفوف الروضة شهر زمان، حيغير السعودية تغيير تام، حيغير السعودية تغيير تام، بالأخص تحط بحده ست حلوة جميلة وتفهموا فائدة الجمال في المجتمع، فائدة الجمال في المجتمع، حيرجع ما عادش مرات تلبس حجاب ولا نقاب ولا خراب البيوت هذا، حيفهم انه الواحد بيحب يشتغل امام باقة ورد مو امام سلة مهملات او كيس مهملات. هم كلهم النسوان لابسينهم اكياس مهملات وبريدوا البلاد تتقدم. ازاي تتقدم وانت حاط كوم وسخ امامك طول ليل نهار؟ ما فيش فايدة. انا ما اقدرش اشتغل مع كيس كمامة على الطاولة، ما اقدرش اكل على مائده وامامي كيس كمامه، ما اقدرش. هنا مش يعني لازم اعاده صياغه العقليه العربيه من 1 إلى 100، يعني كامله. يعني هذا اقتراح، ما بعرفش يعني هذا افكر فيه دائما، انه شو سبب مصايب الدول العربيه؟ اولا انهم ما عندهمش ذوق الجمال، وهذا اساسيات الحياه، ذوق الجمال. يعني انت تتصور الشركات تصرف ملايين للفلوس انه يجي شخص كل يوم بباقة ورد يحطها على مدخل القاعة، ويشتروا لوحات جميلة بآلاف الدولار، ملايين الدولارات تعلقهم على الحيطان. هذول الباقة الورد ما بتساوي الشغل، اللوحة الجميلة ما بتساوي الشغل، لكن هي بتحفز على الشغل، بتحفز على الشغل. مش فاهمين انه هاي. وبعدين لازم تعيد التفكير، ما تخافش. انا تعرف اخي جان، اول ما وصلت سويسرا تحايرت من نقطه واحده بدي احكي لك اياها، القصه الحلوه هاي، انه ودونا نتسلق على الجليد، ودونا نتسلق على الجليد،
انت مش سامعك، انا مش سامعك، مش سامعك. انا عم بحكي مع الصديق اتصل فينا. تفضل اخي زيد. تفضل. احكي انا ولا هو؟ هو على الخط. خليه يحكي. تفضل اخي تفضل. انا احكي. تفضل. مرحبا نبينا، اهلين بك. انا اتصلت معك قبل بعد، بس حابب بس اعمل مداخله، بس بدي كنت اخذ رايك بموضوع طبعا خارج عن الموضوع اللي هلا عم نحكي فيه، موضوع سوريا مو عربيه، انه اصل العرب. عم بتناقش انا واحد هو طبعا مسلم متشدد، عم يقول انه سوريا هي اصل عربيه، ونبينا ابراهيم وما بعرف شو ادم، انه هو كلهم كانوا بسوريا وبمصر، ويعني من هالمناقشات هيدي، انه فبهيك حالي يعني كيف الواحد بده يرد على هاي الجماعه، انه يعني التاريخ مع موجود، الفينيقيين والكنعانيين وهي كلها، والاشوريين هي كلها حضاره سوريه. يعني هو بيجي بيقول لك والله العرب وهن كانوا قبل 5000 سنه، ابراهيم وما بعرف مين هود الانبياء قالوا ولدوا هونيك عندنا في سوريا. فشو كيف فينا نرد عليهم هيك بهيك موضوع؟ ايه شكرا على المداخله، شكرا على المداخله. في الواقع هذا السؤال برضو أطرحه على نفسي، طب أنا شو حضارتي؟ هل أنا فينيكي؟ هل أنا فلسطيني؟ هل أنا كنعاني؟ هل أنا عربي؟ ما بعرفش، هل أنا أصل أجدادي هم يهود أو شو؟ هل هم أصل المسيح ولا لا؟ ما بنعرفش يعني أصلنا، الأصل ضاع. نحن يعني ما في حد ببغض اللغة العربية، وما أظن أنه حد ببغض اللغة العربية، لكن برضو اللي عنده لغة أخرى يجب أن يكون له الحق في ممارستها، وأن نشجع على اللغات. هنا في سويسرا كما قلت في الحلقة السابقة هناك 4 لغات، والحكومة لا تحد من هذه اللغات. الأمازيغ غضبانين جدا على العرب لأنه هم قتلوا لغتهم. سوريا اللغة السريانية للأسف تقريبا اختفت. العراق اللغة الأشورية تقريبا اختفت. بس الدول العربية مستعدة أنها تساعد هذول، إنه الرجوع إلى الأصل دون التخلي عن اللغة العربية، لأنه هلا صارت واقع اللغة العربية. اللغة العربية صارت واقع، هي اللغة اللي نتكلم بها، شو نعمل يعني؟ هلا لو بتقولي لا إحنا مش هنتكلم عربي، هتكلم كنعاني. طب بالحالة هاي مش عارف هسو تكلم، تقول لي احكي سرياني، انت اصلك ربما سوري، اصلك سوري. طب انا ما بفهم سرياني. لكن اذا امازيغي بيشوف انه لغته مطلومة وهو بيحكيها في بيته، وما او كردي في بيته هو بيحكي اللغة الكردية، ولكن ممنوع يستعملها في المجتمعات اخرى، طلعت هل هو هيزعل او اشو او سرياني او مثل هيك؟ فاحنا لازم نشجع تعايش اللغات، لا ننتقم واحد من الثاني، ولكن نحترم الاختلاف الثقافي ما بيننا. لكن يا للاسف يعني انت تعرف المسلمين احتلوا ايران، لكن اللغه الرسميه هي ظلت اللغه الفارسيه. المسلمين احتلوا مصر، اللغة القبطية اختفت، اللغة السريانية اختفت، اللغة الأشورية اختفت، اللغة الأمازيغية اختفت. ليه؟ هلا ما هو في اندونيسيا مسلمين، أكبر دولة مسلمة في العالم هي اندونيسيا، اللغة الاندونيسية أو اللغات الاندونيسية لم تختفي، ابقى عليها. ما نقدرش نقول لهم لا لغتكم العربية، احنا فرضت علينا اللغة العربية، كويس تكلم لغة عربية، لكن ما نخليهاش هي اللغة الوحيدة، واللي عايز يحن للغته الأصل لا، ليش لا نشجعه حتى يكون في تعاون. أما تقول له لا واحد 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 مغربي بيقول لك إذا أنت تقول أزول معرفش إيه يعني السلام عليكم مثل هيك باللغة البربرية، ده كفر، ده ردة. لا، بل طبيعة الحال هو حيغضب. هذا موقف. هل ما هو أصلنا؟ يعني أنا أقول عربي من أصل شرقي أو أصل سرياني أو ما أعرفش إيه. المهم يعني إنه ما يجبروني أحمل
مثلا تقول انت للقبطي انت عربي، هذا ظلم. طب فين لغته؟ لغته اختفت، حتى ما يقدرش يروح يعمل القداس في الاذاعه باللغه القبطيه، بيقول لك لا، لانه كان احتجوا عليهم انه هاي اللغه مش عربيه. طب اللغه الاصليه هي اللغه القبطيه. على كل ما بعرف، هذه ابواب مفتحه على بعضها يعني، بس هناك اللغات موجوده فعلا حاليا ومظلومه، اصحابها مظلومين، ويجب ان نعطيهم الحق في إرجاع حضارتهم ولغاتهم، مثل اللغة الكردية، مثل اللغة الأمازيغية، مثل اللغة الأشورية، مثل اللغة السريانية. هذول اللغات يجب أن تعود، يجب أن تعود للظهور مع حقوق متساوية مع جميع اللغات الأخرى. واللغة القبطية أكيد يعني ما نقدرش نخلي هذول اللغات تموت هيك علشان والله لغة القرآن هي اللغة العربية. لا، لغة القرآن هي اللغة العربية، لكن فارس بتتكلم فارسي. لغة القرآن هي العربية، لكن أندونيسي بتتكلم أندونيسي، وما شابه ذلك. تفضل. أنا ممكن بس بدي حب بس شغلة صغيرة بس. تفضل. أنا قبل بوقت كتبت لك مشان الترجمة للغة الروسية، ما فكرت فيها ترجمة يعني المقالات، بعض المقالات تبعاتك. إيه لا، أنا برحب أنه في شخص آخر كان بنتظر أنه يرد علي، هو مغربي في إسبانيا، كان مستعد يترجم، هو متخصص باللغة الإسبانية، قال لي أنه عايز يترجم ترجمة القرآن وملاحظات تعني وطريق نشر القرآن باللغة الإسبانية، ورحب بذلك. طبعا الحال كل واحد يريد أنه ينشر مقالاتي إن رأى فيها فائدة أنا بشجعه وأنا شاكر. يعني المشكلة إن أنا ما عندي إمكانيات مادية لأدفع أحد، ما عندي. فإذا واحد عايز يتبرع من وقته مشان ينشر الأفكار، لأنه بفكر بطبيعة الحال هو مقال صغير اللي ترجمته بده نص ساعة كويس، بس أنا ممكن أخذ منه يومين لكتابته أو ما شابه. أو مثلا الحلقات اللي إحنا بنعملها، بعض الحلقات قد تستحق الترجمة للغة العربية، فاللي عنده وقت. لكن أنا ما عندي وقت لسه. لكن أنا شاكر لك إذا أنت حبيت تترجم للغة الروسية وعندك المقدرة على ذلك، وعندك تعرف فين تنشرها، لأنه لا يكفي أن تترجم، فأنا شاكر لك كل مجهودك. تفضل. طيب، أنا بتشكر الأخ زيداني على الاتصال. و نبينا، انا موضوع الرؤساء العرب صراحة يعني انا ما بعرف، هدول ما بيستاهلوا غير الخوازيق، انا برأيي الشخصي طبعا. بس طبعا في انت اكلت الامرين ككردي. افهم ردة فعلك، انا افهم ردة فعلك. انا ما اريد الا الخير لكل واحد، يعني مهما كان الامر. يعني انا احمل الجميع بقلبي، انا ضد المرض ليس ضد المريض. هؤلاء هذول ضحايا، هذول ضحايا. يعني أنا لو حطوني محله للملك سلمان، هذا في سلمان في السعودية، ما بقبل أروح محله. شو بتوديني هناك؟ أو توديني محل الأسد، شو بتوديني على شو؟ ما بقبل. لا، بفضل أظل بصمتي. تحطني رئيس مصر مثل السيسي، لا، أريح لي هون. فهدول فقراء يعني بيستحقوا الشفقة أكثر من اللعنة. لا نلعن، لا نلعن أبد، يعني أبد، مهما كان السبب لا نلعن أبد. لا نأخذ على عادات المسلمين بيلعنوا ليل نهار ليل نهار على الجميع بحق وبلا حق. لكن أهو هم مساكين، هدول مساكين. مين بحب يكون محل ملك قطر؟ مين بحب إلا المجنون؟ الله يساعدهم. هم ظالمين، أكيد ظالمين، بس هم ظالمين أولا لأنفسهم ومظلومين، ظالمين لأنفسهم ومظلومين. يعني إحنا نحاول نساعدهم للخير. أهو يعني
انت قلت لو كنت محلك انت بزمن محمد اقطع راسه. لا ما بقطع راس احد، يعني ممكن لكان دلنا على الخير على قدر الامكان من كله. اخي انت طريق، انت تهت الطريق، ارجع على الطريق المستقيم. اما ان تقتل احد، لا تقتل احد، لا، ما فيها فائده قتل الناس، بالعكس. تفضل. نبينا، بس عندي سؤال هون، نرجع لجانو اللي قال انه ممكن انه يعني تعلم الانظمه الغربيه. انت قلت له اذا المسلمين الغوا القران المدني، ايه يعني بصراحه عندي سؤال، هل ممكن انه يلغوا؟ لانه يعني هل ممكن انه يجي جيل مثلا او مفكرين اسلاميين يقدروا يلغوا القرآن المدني ويعتمدوا فقط على القرآن المكي، مع انه يعني نحن بحاجة، يعني المركب ماشي بسرعة، ايه فبدها سرعة عظيمة حتى تواكب العصر. يعني بدهم مفكرين يطلعوا بسنتين ثلاثة يقدروا يلغوا خليك بعد ثانية واحدة بدي فرجيك الكتاب، تفضل. بعد ثانية واحدة، على كل حال، أنا بس بدي أنبه إنه نبينا اليوم هي آخر حلقة عنده وراح ياخذ أسبوعين استراحة. يا عزيز قلبي، هذا أنا كلمتك في حلقات أخرى ذكرته للمرحوم محمود محمد طه، هذا هو طيب الله ثراه. هذا كتاب وصلني من بنت أخوه الدكتورة، اسمها بتول مختار محمد طه، هي سمعت لحلقاتك وقرأت مقالاتي، فهي كتبته، فهي أرسلت لي هدية، هدية منها إلي عن عمها المرحوم طيب الله ثراه. وهذا هو أساس الفكر التقدمي الإسلامي، يعني اللي يقول يجب أن نرجع للقرآن المكي وليس إلى القرآن المدني. وآمل اليوم حاكتب كتاب عنه، بس هذا عنده أتباع وعنده مؤثرين كثار، ويجب أن ننشر هذا الفكر لأنه هو من داخل المنظومة الإسلامية. يعني احنا كلهم مش عايزين تكسروا الأمور، حاولوا يفهموها بالطريقة الأخرى. أنا لا أقطع الأمل، لا أقطع الأمل في المسلمين، هذا هو الكتاب، فلا أقطع الأمل في هي في الولايات المتحدة، وأظن الكتاب لازم يكون متوفر، هيكون متوفر قريبا باللغة الإنجليزية كمان، وهكتب ربما بعدين، هكتب بعدين فين ممكن العنوان اللي ممكن واحد يحصل فيه على الكتاب هذا، عن سيرته. أعرف إنه من الصعب جدا إنك تروح تقول لهم إلغوا ثلث القرآن، لأنه آية واحدة ما بيسترجوا يقربوا عليها، إزاي تقول لهم تعذر ثلث القرآن؟ يعني ده داهية، بتروح بتوديهم بداهية. بس أنت عامة أخي جان مش هتقبل تجري عملية لنفسك إلا إذا واحد أقنعك إنه الخيار بين العملية والموت لا سمح الله، فعندها هتترجى الطبيب إنه يعمل لك العملية، لأنه ما حد يحب واحد يلعب بصحته. نفس الشيء المسلمين، لما المسلمين بيصلوا لنتيجة إنه ما في حل آخر إلا نتبع فكر المرحوم محمود محمد طه، هذا وإلا أو الكارثة، هذا أو الكارثة، عندها حيفكروا طبعا الحال، هذا حيجبرهم يعيدوا نظرتهم في الشريعة الإسلامية وفي الإسلام في القرآن 360 درجة. هذا أكيد أكيد، بس هذا أفضل من أنهم يفنوا عن من البشر، يفنوا. أنا أشوف الوضع خطر، هم يظهر مش شايفين أنه خطر الأمر، بس أنا شايفه أنه خطر. هلأ هم نازلة خطيرة، يعني حيروحوا هم وفيها بداية حيودوا العالم كله بداية. هلأ دور المثقفين الغربيين كمان هنا، والجامعات الغربية والسياسيين الغربيين، تصور أخي جان الآن فكرة القرآن المكي والقرآن المدني أصبح على لسان السياسيين الغربيين،
سمعت عدد من السياسيين الغربيين والبرلمانيين الغربيين يقولوا فكرة القرآن المكي والقرآن المدني هذه فكرة ممتازة، سابقا لم يكونوا يتكلموا بها. الوحيد الذي يحث على الموضوع هو أنا هنا بصراحة، ربما سمعوا، بس عامة هو من كثر ما أنا تكلمت في الموضوع آخر الأمر يظهر عليها دخلت مخهم، وإذا هنا استطعنا ندخلها في عقلية الأساتذة الجامعيين هم حيعدوا الطلبة، وبعدين شوي شوي نغير كل المجتمع، ويظهر أن هناك تلفزيون فرنسي عايز يدعوني لأكلمهم عن القرآن المكي والمدني. فنحن نحث أنه نتكلم في هذا الموضوع حتى المسلم يفهم شو القصة، ولكن حتى يفهم شو القرآن المكي وشو القرآن المدني لازم نعيد طباعة القرآن. أنا في محاضرة أخيرة عملتها في سويسرا، في منطقة في سويسرا، قلت إنه الغرب يجب أن يمنع نشر القرآن بالصورة الحالية. يجب أن القرآن المكي في البداية، القرآن المدني بالأخير، مشان نعرف شو الفرق من هيك. وهنا تجبر كل المسلمين، تصور إنك أنت لو تغير كل القرائن في سويسرا من القرآن السعودي إلى قرآن سامي الديب، ثورة ضخمة، ثورة ضخمة يعني عارمة. أنت عملت أكثر من الثورة الفرنسية، لو تصل لهذه الدرجة كأنك عملت ثورة فرنسية، أي ثورة من أكبر الثورات في العالم حتكون، لأنه أنت هنا مسيت بجذور الشجرة. لا تخاف، لا تخاف، لا تخاف، هي فكرة جديدة، لكن هذه فكرة أنا متأكد أنه ما في حل غيرها، ما في حل غيرها. مو عبط، مو عبط، لا، لأنه أعطوني حل آخر وأنا أقبل. تفضل. أكيد أكيد نبينا، يعني أنا أحييك، ومثل ما بقول أضم صوتي لصوتك بصراحة بموضوع القرآن المدني والمكي. طيب نبينا، نحن وصلنا لآخر الحلقة، وأنت قلت لنا أنه الأسبوع الجاي والبعده راح تأخذ استراحة، فياريت هيك كلمة أخيرة تقولها لأصدقائنا المتابعين عن موضوع العطلة والتحضيرات للمستقبل. أيوه، آمل إنه كل المستمعين ينشروا هذه الحلقات، هذه الحلقة وسوابقها، والحلقات طاعون البط الأسود في أوسع قدر الإمكان، قدر الإمكان. وطبعة العربية بالقرآن بالتسلسل التاريخي متوفرة مجانا، وكل يوم تجيني طلبات من ناس كل مش عارف أحملها، فبعد دقيقتين ببعث لهم الكتاب. وهناك عدد كبير من كتبي متوفرة مجانا، حتى اللي مش متوفرة مجانا بكتبول، ممكن يكتبولي وابعثها لكم مجانا، لأنه أفضل يكون عندكم فلوسكم في البنك عندي يعني، ولو إني يعني محتاج برضو فلوس، لكن خدمتكم هي قبل كل شيء. فيعني أنتوا حاولوا تدلوا على الخير كفاعله. ولو أنا لوحدي بحكي هنا بالغرفة هاي ما حد بيسمعني. الشكر كله لجان وللبط الأسود وغيره وغيراته، والحوار المتمدن اللي بيسمعوا صوتي، وانتوا دوركم انكم تسمعوا هذا الكلام لغيركم. أهو أهو، حملوا طبعة العربية للقرآن ووزعوها على أكبر عدد ممكن من الناس، ولا تبخلوا علي بملاحظاتكم، لأنه أنا صحيح نبي لكن غير معصوم عن الخطأ. فيعني أرجو انكم رأيتم في اعوجاجا فصححوني وصححوني علي، وانا اكون من اول الشاكرين. اهو، والشكر مجددا للنبي جان، وساخذ اسبوعين راحه، هي ليست راحه، هي فقط لانه يجب ان اخلص بعض الامور عالقه في مخي، والمحاضرات هذول ولو رغم اهميتها، المقابلات هاي معك رغم اهميتها، لكن تقطع أوقات من وقتي وتهلكني أوقات، لكن أهو تعبكم راحة مثل ما بتقولوا. تفضل. تسلم نبينا، تسلم صراحة. نحن بشكرك كثير، وأنا أضم صوتي لصوتك أنه أصدقائنا يا ريت خصوصا حلقات نبينا سامي يعني تنشروها على قدر الإمكان، لأنه بصراحة المحاضرات هي كنز، ولازم الناس كلها تسمعها، ولازم تفهم، ولازم توعى ونخلص من هالحروب اللي صايره، اللي ما يندمر غيرنا يعني للاسف الشديد.
هو صحيح هذه الحلقات تمتاز أوقات بالنكتة يعني التهريج، وأوقات يعني الكلام البسيط ومثليك، لكن ممكن أقول إنها يعني مستوى جامعي، إنها مستوى جامعي يعني شكليا هي حتى الواحد ما ينامش وما يهلك ما يتعبش منها، لكن المضمون تأكدوا إنه كل كلمة وراها عمل، إنه كل كلمة وراها عمل، يعني كأنكم قاعدين في صفوف في كرسي في جامعة هارفارد، يعني المستوى مستوى جامعي، تأكدوا من هذا الأمر ولا أبخل عليكم بجهدي علشان هيك، ورغم إنه اللغة بسيطة والأسلوب بسيط وأوقات مضحك وأوقات بنضحك مع سوا وأوقات أشرب الخمر على صحتكم، ولا أستاذ يسترجي أن يفعل ذلك على مثلي صحتك يعني، على على صحتك صحتك يا أخي، فاهم عليك؟ لكن تأكدوا إنه وراء كل حلقة من هذه الحلقات جهد مضني كثير من الأوقات، لكن أنتم تستحقوا كل الخير ومجتمعنا يستحق كل الخير علشان نخلص من المشاكل اللي احنا وقف فيها. شكرا. شكرا لك نبينا، شكرا لك وأصدقائي، شكرا لكم لمتابعتكم. طبعا بعد شي ساعة وساعة تقريبا من الآن في عنا حلقة مع الأخ أحمد دنانة، فيا ريت تموا معنا. أنا بتشكرك كثير نبينا، وعطلة سعيدة من الآن، وهي ليست عطلة، راح تشتغل بأشغال ثانية يعني، فأنا بتمنى لك السعادة والاستراحة، خلينا نسميها يعني ممتع. أكيد. أكيد. مع السلامة أخي جان. شكرا، شكرا لك السلامة نبيل. لجميع المستمعين. السلامة. الله معكم. السلامة.